ضيف معي عبر سكايب الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي، ومعي ايضا المستشار طه الخطيب على الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني. ابدا بيك مستشار طه، يعني هل غدا ما هي التحديات امام الفصائل؟ ما هي القضايا الاساسيه التي المدرجه على الاجنده؟ مساء الخير استاذ لميس، تحياتي ليك ولمشاهديني. سيدتي، بس خلينا اول شيء نثبت قاعده اساسيه في الملفات المطروحه في حركه الجامعه العربيه، هو ان نقر بالموقف لحركه الدوله المصريه بقياده السيسي لما بدا بدعوه الرباعيه الدوليه للقاهره قبل رحله الذهاب الى عمان، لما حضر وزير خارجيه فرنسا والمانيا وزير خارجيه الاردن الى القاهره، وتم الاقرار بفعاليه الرباعيه للتحضير للمرحله القادمه لتحريك الملف الفلسطيني بحثا عن الحل بعد وصول السيد بايدن للرئاسه في الولايات المتحده الامريكيه. وبعدها ذهب الرئيس الى الاردن وبدات الحركه من بدايه جيده في الملف الفلسطيني، لان هذا الملف ملف استراتيجي بالنسبه للدوله المصريه. طبعا. بعيدا عن ما سوف يصدر على الجامعه العربيه فيما يخص الواقع الفلسطيني، مصر تسعى دائما للم الشمل الفلسطيني. انتخابات او بدون انتخابات. دائما المصلحه الفلسطينيه في الرؤيه المصريه ان يكون للفلسطينيين موقف موحد في الجبهه الداخليه والخارجيه للموقف السياسي الفلسطيني. فامامنا احنا من المرحله الحاليه التوافق اللي حصل بان يكون هناك انتخابات. هل النوايا ستكون حسنه للاتفاق الفعلي على موعد انتخابات في مايو؟ لن تظهر اي خلافات لطرح بعض الملفات. هل سيكون الموقف الفلسطيني على قدر المسؤوليه للمرحله الخطره التي نمر بها الان؟ نحن في متغيرات، امامنا المشهد الذي حصل في محكمه العدل ومحكمه الجنايات بالاعلام ان لهم حق الولايه القضائيه على الاراضي الفلسطينيه. هذا الموقف لا يصدر من فراغ، هم استشعروا فتحركوا بدون ما يعني ما اقول احداثيات معينه لمسوها، لانهم مش قادرين، صار لهم 5 سنوات مش قادرين يوصلوا لهذا القرار. خدي بالك استاذ الامين، مفهوم في اشاره، في بتبقى اشاره ان ساكن البيت الابيض مختلف، متحركوا في هذا الاتجاه بالضبط. طيب. علينا نحن الفلسطينيين الاستفاده من هذه الاضاءه ومن حركة الدولة المصرية في يناير وفبراير الحالي بأن يكون لنا موقف موحد سياسي لمخاطبة العالم، ليقر العالم بالجبهة الفلسطينية الموحدة.